الحقيقة لم يحدد السبب الحقيقي الكامن وراء الولادة المبكرة، ولكن قد تعزى لوجود جملة من المشاكل التي تزيد من فرصة التعرض للولادة المبكرة، ونذكر منها الآتي: أولا، ولادة طفل سابق مبكرا يزيد من فرص تكرار الأمر. ثانيا، الحمل بتوأم أو ثلاثة أطفال أو أكثر. ثالثا، مرور أقل من 6 أشهر بين الأحمال المتتالية. رابعا، الحمل عن طريق الإخصاب في المختبر المعروف بالتلقيح الصناعي. خامسا، اضطراب الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة. سادسا، التدخين أو تعاطي المخدرات. سابعا، الإصابة بالعدوى وخاصة في منطقة القنوات التناسلية السفلية والسائل الأمنيوسي. ثامنا، الإصابة بأحد الاضطرابات اللا صحية المزمنة مثل السكر أو ارتفاع ضغط الدم. ثامنا، زيادة الوزن أو قلة الوزن قبل الحمل. تاسعا، التعرض لأحداث حياتية مليئة بالتوتر مثل موت شخص قريب أو التعرض للعنف. عاشرا، التعرض للإجهاض في السابق. أخيرا، التعرض لأذى جسدي أو إصابة. ما هي الإجراءات الطبية لمنع حدوث الولادة المبكرة؟ يصف الأطباء بعض الأدوية عند بداية الطلق المبكر بهدف إيقاف الطلق ومنع الولادة المبكرة، ذلك لإتاحة الفرصة للجنين للبقاء في رحم أمه أطول فترة ممكنة للحفاظ على صحته، الأمر الذي يساعد على اكتمال نموه في وضع سليم ويقيه من العديد من المضاعفات الخطيرة عند ولادته قبل موعده. لذلك يصف الطبيب بعض الأدوية التي تساهم في منع الولادة المبكرة، ونذكر منها الآتي: أولا، كبريتات المغنيسيوم، وهو دواء يعطى وريديا ويبدأ العلاج بجرعة عالية ثم تقل بعد ذلك، ويستمر إعطاؤها لفترة من 12 إلى 24 ساعة أو أكثر، وتجدر الإشارة إلى أنه قد يسبب الغثيان مؤقتا. ثانيا، أدوية الكورتيكوسترويد التي تعطى قبل 24 ساعة من الولادة لتسريع نمو رئتي الجنين. ثالثا، الأدوية الفموية التي تستخدم لتقليل عدد مرات الإنقباضات مما يحسن من الأعراض التي تشعر بها الحامل. بعض النصائح للوقاية من حدوث الولادة المبكرة: فبالرغم من وجود مجموعة كبيرة من العوامل المساعدة التي قد لا يتمكن الإنسان من السيطرة عليها، توجد بعض الطرق التي قد تساهم في تقليل فرص حدوث ولادة مبكرة. من هذه الطرق ما يلي: أولا، الإقلاع عن التدخين قبل الحمل قدر المستطاع وبالطبع أثناء الحمل. ثانيا، تجنب شرب الكحول أو تعاطي أي نوع من أنواع المخدرات. ثالثا، مراجعة الطبيب بجميع الأدوية التي تتناولها الأم، لأن بعضها قد يؤثر في كل من الحامل والطفل وقد يساهم في حدوث ولادة مبكرة، وقد يتمكن الطبيب من استبدالها بأنواع أخرى أو منعها تماما. رابعا، مراقبة زيادة الوزن والحفاظ عليه بنمط تدريجي وثابت، ويمكن مناقشة ذلك مع الطبيب المختص. خامسا، تناول حمية غذائية متوازنة وصحية خاصة للأمهات دون سن 17 أو فوق سن 35 أو الأمهات الحوامل بأكثر من طفل. سادسا، تجنب حمل الأوزان الثقيلة أو الأعمال المرهقة أو الوقوف لفترات طويلة. سابعا، المشاركة في حصص ودورات الأمومة. ثامنا، تجنب العدوى والأماكن التي قد تصاب فيها الأم بالأمراض. تاسعا، استشارة الطبيب في حال معاناة بعض الأمهات من قصور عنق الرحم التي قد تساهم في حدوث الولادة المبكرة، ويمكن إصلاح بعض هذه الحالات جراحيا عبر إغلاق عنق الرحم في الأسبوع 14 إلى 9 من الحمل. أخيرا، معالجة الأمراض المزمنة التي تعاني منها الحامل بقدر الإمكان وباستشارة الطبيب، إذ أن الإصابة ببعض الأمراض المزمنة تساهم في زيادة احتمالية الولادة المبكرة.